مرحبا، السلام عليكم. أنا منى مجد سليم، مغنية. إحنا هنا طبعا في جوبا في أمسية ثقافية جميلة جدا بتضم عدد كبير من الإخوة الفنانين والفنانات. صراحة جوبا جميلة، دي أول مرة أنا أزور فيها جوبا. الناس ظريفين وتلقائيين وعلى طبيعتهم، والأمسية كانت جميلة شديد وحلوة يعني، واستمتعنا كلنا بوقتنا، وإن شاء الله لما تصلكم أنتوا برضو تستمتعوا بها. للأسف للظروف المعروضة للسودان، فهل في رأيك مثل هذه الأعمال تساعد في تضمين من الجراح والمشم وكده؟ بالتأكيد أمسيات زي دي بتساعد في تضميم الجراح، لأنه يعني دي أمسية جميلة، الواحد بيفرغ فيها كل طاقاته السلبية وبيكتسب فيها طاقات إيجابية، فالواحد بيكون زهجان ومكتئب من فكرة الحرب وإنه خلى بيته، فبالتأكيد أمسيات زي دي بتكون كويسة ومطمئنة للواحد، والواحد شعوره بها إيجابي وحلو يعني، حلو جدا. خلاص، من ما بدأت الحرب وانت دخلت جنوب السودان الشعور كان كيف لأول مرة تدخل جنوب السودان؟ أنا الصراحة لأنه دي أول مرة في حياتي للأسف أخش جنوب السودان للمرة الأولى، فطبعا كنت خايفة شوية، زي لما تكون داخل أي بلد يعني غريبة إنه أنت ما دخلتها قبل كده، لكن من وأنا في الحدود شعرت إنه أنا في بلدي الثاني. الناس كويسة جدا وظريفة وبتحاول ترفع من معنوياتنا وبتحاول تقول لنا إنه إحنا أخوان وإنه إحنا في بلد واحدة، وإحنا فعلا أخوان وبلد واحدة، دي حقيقي يعني. بما انك اول مرة تجي، الصورة اللي كان عن امك عن جنوب السودان وكان شنو ولا تغير شنو؟ صورتي لي جنوب السودان انه كان يعني انه بلد جميل، انه فيه مناظر طبيعية واجواء جميلة يعني، دي فكرتي عنه، وفعلا ده اللي لقيته يعني، جو جميل شديد بيغير من نفسيات الزول وبيكون الزول مبسوط به وشديد. زي ما قلت انه احنا شعب واحد، ممكن دي تكون سياسات بتاعت دول احنا كشعوب ما عندنا شغلة بها يعني، احنا اخوان واحنا واحد. لما جيتي لقيتي ناس زي حسي مثلا، لقيت سارة، في ناس كان زمان تركتهم ولقيتهم هنا في جوبا؟ أنا طبعا درست في كلية الموسيقى، لقيت عدد كبير هنا من الزملاء كنت فاقدهم لي سنين طويلة، يعني أنا حسي لقيتهم، سارة وناس كتار الحقيقة، اتبسطت شديد ورجعوني كم سنة لورا يعني، فأنا مبسوطة بهم خالص ومبسوطة إنه لقيتهم كويسين، واستقبلوني استقبال الصراحة رائع جدا، رفع من معنوياتي الشديد، وأنا حسي مبسوطة خالص. شكرا لهم. والله أنا بتمنى إنه يعم السلام في ربوع بلادي،
وفي كل الدول الأفريقية وأشوفها يعني فيها التنمية وأشوفها لفوق وعالية إن شاء الله. شكرا لكم.